قبل كل ده وقبل الدخول في كل هذه التفاصيل لازم نبدأ بكلمة مهمة جدا، كلمة لصالح منتخبنا الوطني، منتخب مصر اللي قدر يفرض اسمه ونفسه من جديد على الساحة الإفريقية. والكل عارف مصر لما بتشارك في محفل دولي أو محفل قاري زي كأس الأمم الإفريقية لازم تعمل للفراعنة ألف حساب. مصر امبارح قدام المغرب عملت مباراة على أعلى مستوى. سيبكوا بقى من العقدة والأرقام التاريخية والإحصائيات، كل ده بيتحط على جنب. في الملعب في التسعين دقيقة 11 راجل في الملعب امبارح، الكل بلا استثناء لعيبة جهاز فني الجمهور اللي سافر بعدد كبير جدا من القاهرة إلى العاصمة الكاميرونية ويندي، الكل كان بيشجع منتخبنا الوطني. المنتخب امبارح عمل مباراة على أعلى مستوى، كل الترشيحات كانت رايحة في إطار أن المغرب بالتأكيد هتتأهل إلى مرحلة الدور نصف النهائي، ولكن الفراعنة أبناء النيل كان ليهم رأي تاني. رأيهم على فكرة كان موجود من أول دقيقة، رغم أن التقدم في المباراة كان لصالح المنتخب المغربي بهدف مقابل لا شيء، اسر ركلة جزاء وعرقلة من أيمن أشرف لأشرف حكيمي، لكن منتخب مصر كان في الموعد. بنتكلم على 120 دقيقة فيها سيطرة وفاعلية وفرص عديدة جدا لصالح منتخبنا الوطني. البداية ما كانتش موفقة، والكل كان متوقع أن البداية دي مش هيبقى فيه نتائج ملموسة أو نتائج إيجابية في بطولة الكان في الكاميرون، لكن بعد مباراة نيجيريا ابتدينا نشوف المستوى واحدة واحدة، المنتخب بيبدأ يدخل فيه غمار منافسات البطولة. وكل الصحفيين اللي موجودين في الكاميرون قالوا منتخب مصر وصل الكاميرون بجد بعد ما هزم الأفيال، بعد ما انتصرنا على الكوت ديفوار على ملعب جابوما بركلات الجزاء الترجيحية والتأهل للدور ربع النهائي. الكل قالك بس منتخب مصر وصل للبطولة، وطالما الفراعنة وصلوا لأمم إفريقيا هيكونوا بالتأكيد إن شاء الله المرشح الأول. عندنا مباراة لسه يوم الخميس القادم على ملعب أولمبي، الملعب اللي بالتأكيد هيتم إعادته من جديد في العاصمة الكاميرونية يوندي، في مواجهة صاحب الأرض وصاحب الاستضافة فريق الكاميرون. مباراة صعبة جدا، والمباراة دي فيها كواليس كتيرة ممكن تتقال، ما بين قلق في نتائج مساحات كورونا، ما بين قلق تحكيمي خاصة بعد الأخطاء التحكيمية اللي كانت امبارح غير مبررة من الحكم السنغالي ماجيتي نداي. لكن مباراة الكاميرون إن شاء الله هي هتكون خطوة للوصول للمباراة النهائية، وخطوة لإسعاد الشعب المصري بإذن الله. مصر إن شاء الله كانت لعبة الكاميرون عام 2017 وكان في نهائي كأس أمم إفريقيا، بالتأكيد المرة دي فرصة طيبة للجيل ده إنه يقدر يكسب منتخب الكاميرون على أرضه ووسط جمهوره وأمام كل وسائل الإعلام، عشان نثبت إن اللي حصل في 2017 كان سوء حظ بسبب غيابات كتيرة واجهها وقتها منتخبنا الوطني بقيادة هيكتور كوبر. لكن المباراة القادمة إن شاء الله في إصابات برضو وفي غيابات، لكن تشعر كده إن في تحدي عند اللعيبة، تشعر كده إن الجهاز كله واقف على قلب رجل واحد. امبارح إحنا بنتفرج على ماتش المغرب، كارلوس كيروش، ريجور دي سي، وائل جمعة، محمد شوقي، وضياء السيد، الجهاز كله بلا استثناء كان في حالة حماس، كان في حالة جدية، كان في حالة إصرار إن الكل عايز يعمل حاجة عشان يفرح الشعب المصري. امبارح كانت الفرحة، بس خدوا بالكم فرحة لسه مش مكتملة، لأن الفرحة الكبيرة إن شاء الله بإذن الله لما نوصل لنهائي كأس الأمم يوم 6 فبراير يوم الأحد القادم، ونكون على منصة التتويج ونفوز بالبطولة التامنة إن شاء الله. الكل عارف إن البطولة الإفريقية كأس الأمم دائما وأبدا مصر هي صاحبة الرصيد الأعلى. امبارح مصر كانت بتواجه المغرب معاها لعيبة بتلعب واتفورد الإنجليزي، باريس سان جيرمان، الكامار الهولندي، اشبيلال اسباني، لعيبه بتلعب في اكبر الانديه الاوروبيه. لكن امبارح كلنا بلا استثناء شفنا قيمه محمد صلاح والروح اللي عند محمد صلاح، وده الفرق اللي احنا كنا بنتكلم عليه من اول البطوله. عايزين نحس ان احنا عندنا فعلا مهاجم ليفربول الانجليزي مع منتخبنا الوطني، الكل بيعمل له الف حساب، وده ظهر امبارح. وانا بعتقد ان البطوله دي هي بدايه قياده محمد صلاح لمنتخبنا الوطني خلال السنوات القادمه. خد خبرات، استفاد بشكل كبير جدا في احترافه في الدوري الانجليزي وتألقه مع ليفربول على مدار 4 سنوات، وده ظهر بشكل كبير جدا في مباراه امبارح، وايضا كمان مباراه كوت ديفوار. كان قائد بمعنى الكلمه، قائد يستحق انه يحمل شاره الكابتن. اللي بنشوفه قدامنا على الشاشه واللي بنعرفه من الكواليس بنقوله للناس، لو في حاجه احنا شايفينها غلط بننتقد، لو في حاجه شايفينها كويس بنتكلم عنها وبنديها حقها. امبارح محمد صلاح لازم الكل يرفع له القبعه على القياده الحكيمه داخل الملعب وخارج الملعب أيضاً مع عدد من اللاعبين ومع الجهاز الفني.
شفنا حتى كارلوس كيروش بيتكلم دايما معاه، دايما بيستشيره، كابتن الفريق. ده بيحصل في اوروبا على فكره، وده بيحصل مع اكبر نجوم الكره في العالم اللي بيشاركوا مع منتخباتهم. محمد صلاح لا ينقصه سوى تحقيق لقب قاري مع منتخب مصر. باذن الله تكون هذه البطوله للمنتخب بشكل عام وللشعب المصري باذن الله كمان الفتره الجايه، عشان تبقى روح جديده وانتصار جديد نبدا من خلاله عشان نخطط الفتره الجايه، خاصه ان بعد اقل من شهرين عندنا مرحله الدور الفاصل في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم.